ما انتوا كمان بتغلطوا، ما حدش فيكم بتحاسب. هو سليم ده حسباني في ايه؟ اهدى يا زناتي، اهدى عشان نعرف نتكلم. ما تقوليش يا ده، انا مش مجنون. اهدى يا زناتي، خلينا نعرف نتكلم. اهدى. اكيد دلوقتي صدقتني يا صلاح بيه، ولو مت دلوقتي ولا قتلني يبقى ذنبي في رقبتك. ده اللي همك؟ اتفضل يا باشا، حد الله بيني وبين الحرام. مش هوصي فيك يا سليم، انا عاوز اعترافات واضحه. مش عاوزين كل اللي عملناه ده يروح على الارض. متقلقش يا باشا، هقررهم لك واحد واحد. انت ما تعرفش يا عماد بيتعب من قد ايه لحد ما وافق ان انا اقدم طلب للنيابه بتسجيل المقابله دي. حتى النائب العام ما وافقش غير لما وعدته ان الموضوع ده كله شايلون على مسؤوليتي بشكل شخصي. متقلقش، لو خرجت من جوه عايش مش صغر رقبتك. خد بالك من نفسك يا سليم. كله على الله. كان نفسي يطلع عايش عشان يدفع تمن اللي عمله. اللي ما دفعوش في الدنيا يا سليم هيدفعه في الاخره. اظن انا كده عملت كل اللي عليا ووفيت بكل وعودي. ما عادش فاضل لي دلوقتي غير ان انا اقبض على ابن لطفه والمجد عشان حق الندم. والشكل ده ابقى خلصت من القضيه دي خالص. سليم، شغل نفسك بحاجات مش هتفرق كتير. حتى لو انا اقتنعت انك بريء، ما اعتقدش ان ده هيغير في موقفك القانوني في حاجه. هيفرق، بس عندنا اجيب دليل براءتي. اللي هو عايشين هنفضل نغلط، لكن المهم اننا نتعلم من غلطنا. مش كل اللي بتشوفه عينينا لازم بالضروره يكون حقيقي. الشر له الف وش ووش، والخير كتير بيبقى متداري. ولحد يوم الدين هيفضل صراع قائم ما بين الخير والشر، ودورنا اننا ندور ونفكر ونحس علشان نعرف نختار طريقنا ونمشي فيه لحد ما نوصل للحقيقه. الحكاية ما خلصتش على كده. الحكاية